ممكن افهم ايه الحكايه بالظبط؟ والله العظيم والله العظيم انا مش بعمل اي حاجه غلط، انا هنا في شغلي. هو ايه الغلط من وجهه نظري؟ ما تفصليش الغلط من وجهه نظري يا بابا، حكايه مش يجريها خالص. انا جايه في شغل وجايه عشان ادرس، والشغل جايبنا في معرض هنا. حقيقه في غلطه ممكن الواحد يسامح فيها وغلطه لها. الغلطه اللي انت عملتيها انا متفهمها كويس، عاوزه تثبتي نفسي، عاوزه تحس انك تقدري تعتمدي عليها، بتدرسي وتشتغلي وده من حقك، بس لازم كنا نعرف. على كل حال انا مش هقلل قيمتك قدام زمايلك ومش هجيب سيره لحد. انا متشكره قوي يا مان. وعد يعني اني تسيب الشغل؟ انا مش هسيب الشغل عشان انا عايزه اسيب الشغل، لا انا هسيب الشغل عشان انا وعدتك. وانت قد كلمتك. انا متشكره قوي يا مان. انا ما بقتش فاهماك يا رباب خالص، يعني هو دلوقتي لو كان اتخانق معاكي كان هيبقى راجل كويس؟ ايوه كان هيبقى طبيعي وكويس. يا سلام، يعني هو كويس وطبيعي انه يتخانق معاكي ويعمل مشكله ويحرجك، انما مش طبيعي انه يتعامل معاكي كويس؟ ايوه انا مش عايزه اسيب الشغل. لا انت كده طرطشتي لي دماغي اكتر ما هي مطرطشه، يعني انت هتعملي اللي وعدتي بيه ولا لا؟ بصراحه انا محتاره، انا اديته كلمه وما ينفعش اكون صغيره قدامه، وفي نفس الوقت مش عايزه اسيب الشغل، اعمل ايه؟ محتاره ايه وهبل انت يا بنتي؟ عيله صغيره. مش عاجبني كلامك ده على فكره، انا شايفه ان انت تقفي كده ملوي هدومك وتقولي له انا حره كبيره ومسؤوله عن تصرفاتي، مالكش دعوه وما تتدخلش، اعمل اللي انا عايزاه، انت حره. لانك ما تعرفيش احترام الكلمه، ما تعرفيش احترام العيله اللي وقفت جنبك. انا متاكد ان ابوكي مش عايش معاكي، لانه لو عايش معاكي وانت كده تبقى كارثه. عن اذنكم. والنبي يا اخويا ما انت قايل اي حاجه، انا اصلا ضد عمل المراه. اه والله انت تقعدي في البيت وتتستتي، الله يسامحه عمو قاسم امين هو السبب، الله يكون قاعدين في البيت متستتين بادبنا وباخرنا. ها تعملي ايه؟ هسيب الشغل زي ما قلت لك. انا قلت برضو انك مش بتاخديني على جد عقلي. استقاله؟ ايه اللي خلاكي تعملي كده؟ حد يزعلك؟ لا خالص. اذا كان الشغل بيعطلك عن المذاكره انا ممكن اظبط لك المواعيد يا ستي. انت حد مجتهد وشاطر وانا حابب انك تكوني معانا في الشركه. معلش عافيني من الاسباب، بس انا مش هقدر ارجع في الاستقاله. براحتك يا رباب، واضي امضيت يا ستي. اتفضلي. شكرا. مع السلامه. خلاص برضو؟ اه خلاص. ولما انت حزينه قوي كده يا ست رباب بتستقيلي ليه اصلا؟ والنبي يا ناديه تطلعي من نافوخي. خلاص انت حره. اسكتي بقى. صباح الخير. صباح النور. ده الموظف الجديد بس شكله مدرجح كده، مش قفل زي عماد. اسكتي بقى، احنا في ايه ولا في ايه؟ ما بتشبعيش من الرجاله؟ اه صحيح نسيت اقول لكم، انا بكلم دينا من امبارح ما بتردش عليا، انا قلقانه جدا عليها. طب ما يمكن تكون نايمه ولا حاجه، اطلبيها على البيت. تصدقي فكره؟ أول مرة تقولي حاجة مفيدة ملهاش علاقة بالرجالة. ألو؟ طنط ماجدة، إزيك يا حبيبتي عاملة إيه؟ جيتي إمتى؟ حبيبتي، لا 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 لا، إيه ده؟ واجب علينا إحنا، أنتِ اللي هتتغدي معايا النهاردة، إديني دينا بقى أكلمها. إيه؟ حصل امتى ده؟ امبارح. لا ما قالتليش، بس عامة مبروك يا طنط. اوكي حبيبتي هكلمها هكلمها. يا بنت الايه؟ في ايه؟ في ايه يا بنتي؟ دينا اتجوزت الدكتور رؤوف امبارح. لا اه والله العظيم مامتها لسه بتقولي. اه يا بنت الايه مصروية، اما عليهم سهوكة المصروية دول وعرة جوي يا ابوي. بتضحكوا على ايه؟ مش عاجبكم اللي دينا عملته؟ ها لعلمك بقى دينا دي بنت لعيبه بتفهم، لسه هتعمل فرح ومعازيم، الموضوع كله كده المفروض يبقى قلبه وقومه وتخلص، هو ده الصح. قلبه وقومه؟ أيوة. طب اسكتي بقى، عشان انا دلوقتي كل الارواح الشريره بتطاردني. ماشي لازم اردها لها بحاجه انقح منها كده تخرج من نافوخها. استني بس يا ليلى، مش يمكن رؤوف هو اللي عايز كده؟
ولو برضه تتجوز من ورايا كده وتخبي عليا ماشي، هو ده حق الصحوبيه. ماشي ماشي يا دينا ماشي. استني رايحه فين؟ انا هشوفك بقى بعد الشغل، هاجي بكره اعمل مخالصه للورق عشان ابقى خلصت الموضوع ده خالص. طب يا حبيبتي خلي بالك من نفسك، ها ما تزعليش بقى. باي باي ربا. باي يا حبيبتي. اوه يا بنت الايه دي طلعت اصيع منك. ماشي بس مطرطشه برضه. مطرطشه. يعني ايه؟ هو يطلب منك تسيبي الشغل فتسيبيه في ساعتها. انا لما كنت بطلب منك بقى كده كنت تقعدي بقى تقلبي لي في وشك واليوم يبقى اسود وما يعديش. يا حسين يا حسين الوضع مختلف. لا مش مختلف، مفيش اي اختلاف، هو هو، بس هو شكل الاستاذ عاجبك حبتين فعشان كده مش عايزه تزعليه. وانا كمان ما اقدرش ارجع في كلامي، بالذات ان انا متاكده ان كلامه منطقي وانا حاسه ان هو صح. لا والله كلامه منطقي وانا بقى كلامي كلام ناس هبله مجانين. انت عايز ايه؟ مش عايز منك حاجه عن اذنك. ايه ده؟ هو كل ما يحصل مشكله ما بيننا تسيبني وتمشي؟ اتفضل اقعد ما تفرجش الناس علينا. ماشي يا ماما ماشي. صراحة كلامه حسسني بالذنب. أنا ما يهمنيش أي حاجة غير بابا. مش كفاية إن هو مديني ثقة كبيرة؟ مش كفاية إن أنا استحملت إن أنت وهو قاعدين تتكلموا مع بعض؟ إزاي أصلاً تعملي كده؟ يا سلام، وده أسميه إيه؟ غيرة؟ ماشي لو غيرة أنا موافقة، بس ما تنساش في الأول وفي الآخر إن ده ابن خالتي. هو كل شوية تقول لي ابن خالتي ابن خالتي ابن خالتي؟ إيه أجي أزرغط لكم المرة الجاية ولا أعمل إيه؟ يا بابا خلاص يا بابا. ولا صعيدي؟ طب والله العظيم بحبك، مش بحبك بس، انا بموت فيكي كمان. ما بقدرش استحمل فكره ان ممكن حد يجي ياخدك مني. مين قال كده؟ انت يا رباب، تصرفاتك. طلبت منك الحاجه 100,000 مره وما عملتيهاش، هو جه يطلب تنفذي على طول. يوه احنا مش هنخلص من الموضوع ده بقى ولا ايه؟ عارفه لو ما كنتيش زي القمر تعالي اتفضلي. حلوه. بصي انا هنا كنت بفكر ان انا اعمل يعني زي ريسبشن او مكتب استقبال، وهنا اوضه مكتب، فكرت ان انا تبقى اوضه مكتب، وبرده في مكتب تاني ممكن يتعمل هنا، وده حمام، حمام جاهز من كل حاجه. الشقه كويسه قوي وتنفع مكتب، بس عايزه شويه توضيب. توضيب. بصي بقى يعني انا كفايه عليا الشقه، اي توضيبات بقى عليك انت. شيء طبيعي على فكره، انا كنت عامله حسابي على كده، بس نتفق الاول بقى الاداره هتكون ازاي، هنعمل ايه، وعموله كل واحد هتبقى على اي عميل يجي. مولتي احنا شركة، المفروض ده مكتبنا عادي يعني. بس يعني اي حد يشتغل ويعمل مجهود اكتر من التاني لازم يكون مميز. الاول وشرط اخره نور. اللي تشوفيه. انا موافق. طيب نروح نشرب شاي وتجيب محامي من عندك، وانا هجيب محامي من عندي ونكتب العقد. محامي ايه؟ المواضيع ابسط من كده، احنا هنبقى شركة عادي يعني. لازم كل حاجه تبقى محدده عشان ما نجيش في النص ونقلب كل حاجه. اسمع مني انا بقول لك الصح. تشوفيه برضه. انا موافق. تمام. ماما كانت عايزه تقابلك. ماما ايه؟ لا بص يعني معلش عشان بس تبقى على وضوح من الاول، يعني انا شريك معاكي انت مش شريك مع مامتك، فاتفق معاكي انت مش مع مامتك من فضلك. تمام اوكي تمام. بلاش ماما. مفيش ماما. طيب تعالي ننزل نشرب شاي. يلا ننزل نشرب شاي. اتفضلي.